بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. دروس في المسجد الحرام للشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. الدرس 12. أما بعد، فها هو شهر رمضان المبارك قد شارف على الرحيل، ولم يبق منه إلا القليل، وهو شهر الخيرات والبركات والطاعات والتوبة من الذنوب والسيئات، موسم الغفران، تغلق فيه أبواب النيران وتفتح فيه أبواب الجنان ويصفد كل شيطان. ها هو على وشك الرحيل، فلنحاسب أنفسنا ماذا قدمنا فيه. فمن كان محسنا فعليه بالتمام، فإن العمل بالختام، ومن كان مسيئا ومضيعا فعليه بالتوبة والمبادرة قبل فوات الأوان، فإن الله يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. فعلينا أن نحاسب أنفسنا، فإن التجار الذين يتاجرون بالأموال إذا دخلوا موسما من مواسم التجارة وانتهى ذلك الموسم جعلوا يحسبون ماذا خسروا وماذا ربحوا من هذا الموسم الذي تاجروا فيه. هذا في أمور الدنيا، وأمور الآخرة أعظم، لأن خسارة الدنيا أمرها سهل، لكن المصيبة التي لا تجبر خسارة الآخرة، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. فعلينا جميعا نحاسب أنفسنا، ثم لنعلم أن الأعمال الصالحة والتوبة من السيئات ليس ذلك خاصا في رمضان، وإنما رمضان موسم خير وزيادة للمسلم، وإلا مطلوب منه في كل حياته العمل الصالح والتوبة من الذنوب والمحافظة على الطاعة وأداء الواجبات في رمضان وفي غير رمضان. وأما الذي يقبل على الطاعة في رمضان ثم بعد رمضان يترك الطاعة وينشغل عن العبادة فهذا خاسر، ولا ينفعه اجتهاده في رمضان. قيل لبعض السلف إن ناسا يجتهدون في شهر رمضان، فإذا انتهى رمضان عادوا إلى التفريط والإضاعة، وعادوا إلى الكسل، فقال بئس القوم لا يعرفون الله إلا في رمضان. فأنت عبد لله في كل وقت، وأنت بحاجة إلى العمل الصالح في كل وقت، وأنت بحاجة إلى التوبة والاستغفار في كل وقت وأوان، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. أيها الإخوة، إن الله سبحانه وتعالى شرع لنا
في ختام هذا الشهر وبعده أعمالا تتبع لرمضان. أولا شرع الله لنا التكبير في نهاية الشهر إذا ثبت هلال عيد الفطر، فإن الله شرع لنا أن نكبر الله، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم، فأكثروا من التكبير في ليلة العيد امتثالا لهذه الآية الكريمة، ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. شرع لنا في ختام هذا الشهر أن نقدم صدقة الفطر، وهي زكاة للنفس والبدن، تجب على الصغير والكبير والحر والعبد والذكر والأنثى، فريضة فرضها الله سبحانه وتعالى، ومقدارها صاع من الطعام، صاع من الطعام بالصاع النبوي من الطعام الذي يؤكل في البلد ويقتات في كل بلد بحسبه، صاع ومقداره 3 كيلو تقريبا عن كل مسلم، تدفع إلى الفقراء والمساكين في يوم العيد، ويجوز تقديمها قبل العيد بيومين، يجوز تقديمها قبل العيد بيومين فقط لفعل الصحابة رضي الله عنهم، فإن بعضهم كانوا يقدمونها قبل العيد بيومين ولم يرد أكثر من ذلك، ويخرجها قبل الخروج لصلاة العيد، فإن تأخرت عن صلاة العيد فإنها تكون صدقة من الصدقات، وإن لم تخرج في يوم العيد وجب على المسلم إخراجها قضاء ولو بعد يوم العيد، لأنها حق واجب في ذمته، يخرجها ولو بعد يوم العيد، فإن تعمد تأخيرها عن يوم العيد فإنه يأثم بذلك، ويجب عليه التوبة والاستغفار مع إخراجها وإبراء ذمته منها، فهي صدقة على البدن غير زكاة المال. وقد استدل بعض العلماء لها من القرآن بقوله تعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. قالوا تزكى يعني دفع صدقة الفطر، وذكر اسم ربه فصلى صلاة العيد. والرسول صلى الله عليه وسلم فرضها كما في الحديث الصحيح، فرضها، والفرض معناه الواجب الذي لا بد منه، والحكمة في فرضها أنها طهرة للنفس من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، طعمة للمساكين وطهرة للنفس والبدن، فهي عبادة عظيمة ينبغي للمسلم أن يحرص على إخراجها، بل يجب على المسلم إخراجها، وليس مخيرا بين أن يخرجها أو يتركها،
بل هي فرض وواجب على كل مسلم في يوم العيد. فبادروا رحمكم الله لإخراجها طيبة بها نفوسكم، تدفع للفقراء والمساكين والمعوزين. وكذلك مما شرعه الله في إتباع شهر رمضان صيام ستة أيام، كذلك مما شرعه الله في ختام رمضان صلاة العيد، وهي شعيرة عظيمة. يخرج المسلمون من جميع البلد ويجتمعون في صعيد واحد، يكبرون الله سبحانه وتعالى ويصلون صلاة العيد ويستمعون إلى الذكر والموعظة والخطبة، فيرجعون مغفورا لهم. وكذلك مما شرعه الله في ختام هذا الشهر أن يتبع بصيام ستة أيام من شوال. قال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر. وذلك لأن الحسنة بعشر أمثالها، فشهر رمضان عن عشرة أشهر، وستة الأيام عن شهرين، فيكون المجموع 12 شهرا، وهذا هو الدهر، يعني السنة. هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. تصام الست من شوال في أول الشهر وهذا أفضل، أو تصام في وسط الشهر، أو تصام في آخر الشهر، تصام متتابعة أو متفرقة في شهر شوال، وهي نافلة بعد الفريضة، هي نافلة بعد الفريضة. فكما أنك تصلي بعد صلاة الفريضة تصلي الراتبة نافلة، وكذلك تصوم بعد صيام رمضان تصوم الست نافلة تابعة لشهر رمضان، أتبعه ستا من شوال. أيها الإخوة، يا من تعودتم في هذا الشهر، تعودتم على الطاعات والعبادة من تلاوة للقرآن ومن ذكر لله عز وجل ومن محافظة على الصلوات الخمس مع الجماعة، تعودتم على عمارة المساجد والتردد إليها في هذا الشهر المبارك، يجب عليكم أن تستمروا على هذه الطاعات وهذه العبادات. يا من تعودتم على قيام شهر رمضان فإنكم بحاجة إلى القيام في غير شهر رمضان. قوموا من الليل ما تيسر بعد رمضان، أكثروا من تلاوة القرآن بعد رمضان، أكثروا من ذكر الله عز وجل، اعمروا المساجد التي هي بيوت الله، اعمروها بطاعة الله في سائر السنة. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال،
رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. لا بد لنا من هذا اليوم، لا بد لنا من لقاء هذا اليوم الذي تتقلب فيه القلوب من الخوف والوجل، والأبصار تشخص من شدة الخوف، تتقلب فيه القلوب تطير من أماكنها، إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين من شدة الهول، يصعد القلب من الصدر ويكون في الحنجرة من شدة الهول، البصر يشخص إلى السماء من شدة الهول. إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. لا بد لنا أن نلاقي هذا اليوم، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. فهؤلاء الذين يعمرون المساجد ويترددون عليها ويعمرونها بذكر الله وبأداء الصلوات الخمس، هؤلاء يخافون هذا اليوم. فإذا خافوا وأعدوا له العدة من طاعة الله وترك محارم الله، فإن الله يؤمنهم من الخوف في هذا اليوم. يحصل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فلا أمن يوم القيامة، ألا أمن يوم القيامة من أهواله وعذابه؟ لا أمن إلا بطاعة الله والإيمان به سبحانه وتعالى. وأما من ضيع طاعة الله وكفر بالله فليس له أمن، ليس له أمن في يوم القيامة. من أشرك بالله وكفر بالله فإنه ليس له أمن، ليس له أمن أبدا. وأما من أدى طاعة الله وأخلص العبادة لله ولم يشرك بالله فله الأمن، أولئك لهم الأمن. وأما المؤمن الذي يحصل منه معاصي ولم يتب منها فإنه لا يحصل له الأمن الكامل. الأمن الكامل إنما يحصل لأهل الإيمان الكامل، أما أهل الإيمان الناقص فيحصل لهم أمن ناقص، والذين ليس عندهم إيمان لا يحصل لهم أمن أبدا. يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. تنبهوا، وفقنا الله وإياكم لهذا اليوم وملاقاته، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وفقنا الله وإياكم لصالح القول والعمل، ورزقنا وإياكم طاعته في كل زمان وفي كل مكان. نسأله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم وجميع المسلمين على دين الإسلام، وأن يحفظنا وإياكم وجميع المسلمين بالإسلام، وأن يعيذنا وإياكم وجميع المسلمين من الفتن، من الفتن المضلة والأهواء المضلة، وأن يرزقنا وإياكم البصيرة في دينه والعلم النافع والفقه في دينه والعمل الصالح. وصلى الله وسلم على نبينا محمد
وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه. جزى الله شيخنا وعالمنا ووالدنا فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله وبارك في علمه وبارك في عمره، وجعل ما قدمه من خير لأمة محمد صلى الله عليه وسلم في موازين حسناته آمين. أول سؤال في هذه الليلة، يقول صاحبه: ما حكم المعانقة عند التهنئة بالعيد، وكيف كان السلف الصالح يهنئ بعضهم بعضا بالعيد؟ التهنئة بالعيد ليس عليها دليل واضح، وإنما اعتادها الناس، وربما تدخل في إفشاء السلام الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، فهي نوع من السلام، وبهذه المناسبة يكون معها دعاء: تقبل الله منا ومنك، فيرد عليه أخوه كذلك مثل ما دعا، فلا ينكر على من فعلها ولا ينكر على من تركها. الإمام أحمد رحمه الله يقول: أنا لا أبدأ بها أحدا وأرد على من بدأني بها. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: تقام أيام العيد ولائم بين الأقارب والإخوة، فما حكم هذه الصدقات والولائم أثابكم الله؟ لا بأس، هذا شيء طيب، لأن عمل الطعام والعيد وإظهار الفطر هذا إظهار للفطر، لئلا يظن أحد أن رمضان لم ينتهي، ومبادرة لامتثال أمر الله عز وجل بالإفطار. فعمل هذه الولائم يوم العيد وتقديمها للآكلين والاجتماع عليها والتلاقي عليها هذا شيء طيب. نعم. يقول السائل: ما حكم صلاة العيد في المساجد التي يكبر فيها تكبيرا جماعيا ملحنا في المكبرات، وجزاكم الله خير؟ تصلى صلاة العيد في المساجد، ويمنع التكبير الجماعي، وتمنع البدع، ولا تعطل المساجد من صلاة العيد، في حين أن صلاة العيد الأصل فيها أنها تكون في الصحراء، الأصل فيها أنها تكون في الصحراء، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تفعل في المساجد إلا وقت المطر. لكن الآن لما انتشرت المباني وتباعدت المسافات وحصل النمو السكاني، ولم يبقى هناك أرض فضاء، فلا بأس من إقامتها في الجوامع رفقا بالناس، تقام في الجوامع، تمنع البدع من المساجد، لأن المساجد بيوت الله، يجب أن تكون مطهرة من البدع والشرك والخرافات، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، مساجد لله بيوت الله، يجب أن تطهر من البدع والخرافات والمحدثات. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: عندي أيتام وأنا متكفل بهم، وهم فقراء ولا يستطيعون إخراج زكاة الفطر، فهل يجوز لي أن أخرجها عنهم وهل في بلدهم، أم أخرجها في بلدي أنا المقيم فيه؟ نعم، تخرجها ما دام أنك تنفق عليهم، ما دام أنك أنت متكفل بنفقتهم، إنه يجب عليك أن تخرج عنهم صدقة الفطر، ويجوز أن تدخل النيابة
في إخراج صدقة الفطر، فإذا أخرجها أحد عن أخيه المسلم ولو لم ينفق عليه فإن هذا يجزي. نعم، لأن العبادات المالية تدخلها النيابة. نعم. يقول السائل: وسواء أخرجوها في بلدهم من مالك أنت ومن نفقتهم التي جعلتها لهم، أو أن تخرجها أنت في البلد الذي أنت فيه عنك وعنهم. نعم. يقول السائل: ما حكم إخراج زكاة الفطر نقدا مع العلم أن في بلدنا لما يأتي وقت زكاة يعلنون أن قيمة الزكاة كذا وكذا نقدا وليس ما يقتات به الناس؟ هذا تغيير لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. سنة الرسول صلى الله عليه وسلم إخراج الطعام في صدقة الفطر، ولم يأمر بالنقود مع أنها كانت موجودة في عهده صلى الله عليه وسلم، لأن الناس يوم العيد بحاجة إلى الطعام، خصوصا الفقراء الذين يعيشون على الاكتساب والاحتراف. يوم العيد تعطل الأعمال، ما فيه مجال للعمل، وأيضا تغلق الدكاكين، ما فيه مجال للبيع اشتراء الطعام. فإذا أعطوا طعاما يكفيهم في هذا اليوم ويفرحون مع الناس، هذا الحكمة في كون الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالطعام، وقال: أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: هل أدفع زكاة الفطر في بلدي أم يجب أن أدفعها في البلد الذي أحضر فيه العيد، يعني هنا مكة؟ الأصل أنك تخرجها في البلد الذي أنت فيه، لأنها زكاة البدن، فتخرج في البلد الذي فيه البدن، ويجوز أن تخرج في مكان آخر، يجوز هذا. نعم. ويقول: مع العلم أن في بلدي فقراء. نعم، كله جائز، إن أخرجتها هنا أو أخرجتها في بلدك، أمرت من يخرجها نيابة عنك ممن تثق به. نعم. يقول السائل: أتيت لأداء عمرة وتركت زوجتي مع أهلي وتركت لهم أموالا، وقلت لزوجتي أخرج منهم زكاة الفطر، هل أخرج الزكاة الآن في مكة حبوب ولو أخرجت هي في البلد دراهم، وجزاكم الله خيرا؟ نعم، إذا كان يخرج في البلد دراهم ولا يخرج الطعام في بلدكم، فأخرج هنا عنك وعنهم طعاما كما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك. نعم. أثابكم الله. سماحة الشيخ، كثر الأسئلة حول حكم دعاء القنوت، دعاء ختم القرآن. الله جل وعلا أمر بدعائه، فقال سبحانه: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. والدعاء في الصلاة أفضل من الدعاء خارج الصلاة، الدعاء في الصلاة أفضل من الدعاء خارج الصلاة، هذا من حيث العموم. من حيث خصوص ختم القرآن، هذا الشيء درج عليه كثير من المسلمين من عهد الإمام أحمد أو قبله، كما ذكر ذلك صاحب المغني. الإمام أحمد حضر الختم وصلى خلف الإمام الذي يدعو، وأمن على دعائه، وقال إنه أدرك عليها أهل الحجاز وكذا وكذا، فهي عمل طيب. الإنسان اللي عنده شك أو ما هو مقتنع وعنده دليل على عدم الختم لا يحضرها، لكن كونه يدعو مع المسلمين ويحضر مع المسلمين، يشارك المسلمين في الدعاء. أما أنه يحضر في المسجد ويعتزل والناس يدعون ويؤمنون على دعاء الإمام وهو معتزل، مثل ما يفعل بعض المنتسبين إلى طلب العلم، يظهرون المخالفة في المساجد، هذا ما هو طيب. يا إخوان، ترى المخالفة شر، ترى الخلاف شر، وكون إن هل ينتسبون طلب العلم يجلسون وينعزلون في المسجد؟ لو جلسوا في بيوتهم هان الأمر، لكن إنهم يجلسون في المسجد ويحصل
تفرق بين المسلمين، حصل سوء تفاهم بين المسلمين، هذا أمر لا يجوز. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: ما هو حكم من يؤذي جاره وما حكم الدعاء عليه؟ الذي يؤذي جاره هذا ظالم، ويجوز للمظلوم أن يدعو على الظالم، يجوز للمظلوم أنه يدعو على الظالم، ولكن كونه يصبر على أذى جاره أحسن، كونه يصبر على أذى الجار أحسن. نعم. يقول السائل: هل النوم الكثير في الصباح ينقص من أجر المعتكف، مما نرى بعض المعتكفين ينام كثيرا؟ على كل حال، المعتكف إذا كان بحاجة إلى النوم ينام، إذا كان بحاجة إلى النوم ينام يرتاح، ووجوده في المسجد بنية الاعتكاف يؤجر ولو كان نائما، ولو كان نائما، لكن كونه يستيقظ ويدعو ويقرأ القرآن ويصلي النوافل ويطوف بالبيت، هذا أفضل له وأكمل الاعتكاف. نعم. يقول السائل: هل يجوز التأذين وقت الفجر خارج الوقت، أي ليس في وقته، لأنهم يرغمون ذلك ويضعون وقت خارج الوقت الشرعي؟ نعم، أذان الفجر يجوز أن يؤذن للفجر قبل دخول الوقت، استعدون لصلاة الفجر، والذي يريد الصيام يقوم ويتسحر، فيجوز تقديم الأذان قبل الفجر بزمان يتمكن الناس من التهيؤ للصيام، تهيؤ للصلاة. الدليل على ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. فكان للرسول صلى الله عليه وسلم مؤذنان، واحد يؤذن قبل الفجر لأجل ينبه الناس إلى قرب الفجر، والثاني يؤذن على طلوع الفجر من أجل أن يصلي الناس الفريضة ويصوم الصائم. هذا أمر، لكن يؤذن الأول فقط ولا يؤذن ثاني، هذا لا، ما يجوز، لأنه يغر الناس بهذا. إذا أذن أذانا أول فلا بد أن يؤذن أذانا على الفجر. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: رجل له قطعة أرض وثلاث شقق عرضهم للبيع ولكن لم يبعهم إلى الآن لتأخر المشتري، وهو الآن محتاج إلى مساعدة، فهل يجوز له أخذ زكاة من أخيه الغني، مع العلم أن له راتبا قدره 200 جنيه مصري، وهذا المبلغ لا يكفيه والعائلة؟ نعم، ما دام أنه محتاج وراتبه وموارده ما تكفيه، والأرض والبيت لم ينباع إلى الآن وهو محتاج، يساعد من الزكاة. نعم. ثابكم الله. يقول السائل: رجل يقول أنه أحس شيئا نزل على الكعبة في ليلة 27، ثم سمع أصواتا كالأجنحة في المسجد الحرام يمنة ويسرى، فما قولكم في هذا؟ الله أعلم، لا نقول شيئا لا بالنفي ولا بالإثبات، هذا على ذمة المخبر والقائل، الله أعلم. نعم. يقول السائل: رجل رأى في بيته خيوط وأشياء ملفوفة وأدوات للشعر، فماذا يفعل بها، وأنه لا يريد أن يضر بها أحد؟ إن كان مشتبها أنه عمل سحر فإنه يحرقها ويتلفها ولا تضره إن شاء الله. نعم. يقول السائل: ما حكم شراء البيوت في أو عن طريق البنوك؟ لا يجوز أخذ القروض الربوية من البنوك، الربا لا يجوز للمسلم أخذه واستعماله، لأن الله جل وعلا حرمه وتوعد عليه، وفي الحلال غنية عن الحرام. وإذا كان الإنسان ماله بيت ملك يستأجر إلى أن ييسر الله له
ويستطيع يشتري بيتا يسكنه أو يعمر بيتا يسكنه، يستأجر إلى أن ييسر الله. أما كونه يلجأ إلى الربا هذا حرام ولا يجوز. نعم. يقول السائل: في بلادنا أناس يأتون للعمرة أكثر من مرة، وفي البلاد فقراء ومساكين لا يجدون ما يأكلون، فماذا تنصح هؤلاء جزاكم الله خيرا؟ لا شك أن إطعام الفقراء المحتاجين أفضل من العمرة، أفضل من العمرة، بل أفضل من الحج، أفضل من الحج التطوع. حج التطوع الصدقة على الفقراء المحتاجين أفضل لما فيه من النفع المتعدي، لأن الصدقة نفع يتعدى إلى المسلمين. وأما الحج والعمرة نفعها قاصر على الحاج أو المعتمد. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: هل ذكر الله بلفظ الجلالة منفردا كأن يقول الرجل الله 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 تكرار التكبير مشروع أم ماذا جزاكم الله خيرا؟ لا يجوز الذكر بالاسم المفرد الله الله أو هو هو، لا يجوز هذا. لا يذكر الله إلا بجملة مثل لا إله إلا الله، الله لا إله إلا هو. لا بد أن يكون الذكر جملة، يعني مركب من مبتدأ وخبر أو فعل وفاعل. أما اسم مفرد هذا ليس ذكرا، هذا لا يسمى ذكرا، وإنما هو أمر مبتدع. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن موسى عليه السلام طلب من الله أن يعلمه شيئا يذكره ويدعوه به، فقال الله: يا موسى قل لا إله إلا الله. ما قال قل الله الله، قال قل لا إله إلا الله. قال موسى: يا ربي كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري، والأراضين السبع وعامرهن في كفة، ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. فالذكر يكون بجملة، وأفضل الجمل لا إله إلا الله، يكررها المسلم ويدعو بها. نعم. يقول السائل: ما هي شروط سجدة التلاوة، وهل لها تكبيرة وتسليمة؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. سجدة التلاوة سنة، إذا مر بآية فيها سجدة يستحب أنه يسجد، فإن كان في الصلاة فإنه يكبر إذا نزل ويكبر إذا ارتفع إذا قام، لأن الصلاة يكبر فيها في كل خفض ورفع كما في الحديث. ما إذا كان خارج الصلاة فإنه ورد أنه يكبر في الخفض ولم يرد أنه يكبر في الرفع. نعم. يقول السائل: ما حكم من فتح عيادة لرقية الناس بالرقية الشرعية وذلك بأخذ مبلغ من المال؟ الرقية الشرعية جائزة بلا شك، الرقية الشرعية جائزة لمن يحسنها ومن هو حسن العقيدة طيب العقيدة، جائزة وهي علاج، نوع من العلاج، بل هو أنفع العلاج. ولكن لا ينبغي للمسلم أنه يتخذها حرفة، يتخذها حرفة يفتح محل ويجعل أسعار للناس مثل الطبيب اللي يعالج بالأدوية، هذا شيء لم يفعله السلف، ما فعله السلف. وإنما إذا احتاج أخوك المسلم أو أنت احتجت فإنك ترقي نفسك أو ترقي أخاك المسلم، فإذا دفع لك شيء فلا مانع أنك تأخذه. أما أنك تشترط عليه وتجعل تسعيرات
هذا أمر لا يجوز، هذا أمر لا يجوز. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: ما حكم رفع الصوت في التأمين بحيث يصل إلى الصراخ، وهل هذا من السنة؟ الصلاة لا يصرخ فيها، لا يصرخ فيها، وإنما يقرأ الإنسان أو يؤمن بعد الفاتحة بصوت ليس فيه صراخ، ليس فيه صراخ. قال الله تعالى: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. صلاة هدوء سكينة وليست صراخا. نعم. يقول السائل: ما هو حكم استعمال الجوال الذي يشتعل بالبطاقة؟ نعم. نعم. يقول: ما هو حكم استعمال الجوال الذي يشتغل بالبطاقة؟ ليس هناك جوال يشتغل بدون بطاقة، لابد من البطاقة التي توضع فيه. نعم. يقول السائل: هل يجوز إخراج الزكاة من الحبوب وقد طبخ؟ جزاكم الله خير. لا، ما يكفي الطعام المطبوخ عن صدقة الفطر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قدرها بالصاع، والمطبوخ لا يمكن يكال بالصاع، فيخرجها أيضا الفقير قد لا يريد الطعام المطبوخ، يريد طعام غير مطبوخ ليتصرف فيه، يتصرف فيه، يأكله، يبيعه، يتصرف فيه حسب حاجته. أما الطعام فهو ما يصلح، ولو تأخر يخرب، خلاف الطعام غير المطبوخ فالفقير يدخره عنده لوقت حاجته. ويكفي عن هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج الصاع بالمقدار، معلوم أن المطبوخ ما يمكن أنه يكال. نعم. يقول السائل: هل يجوز أن نمثل مسرحيات إسلامية ونستمع على الأناشيد؟ هذا للفارغين اللي ما لهم شغل، هم اللي يستعملون هذا الشيء، يحبون الأغاني ويحبون اللهو، يعملون مسرحيات ويعملون أناشيد لأنهم فاضين ما عندهم شغل، لا عبادة ولا عمل دنيا. هذا ما يصلح للمسلم. مسلم يذكر الله ويتلو القرآن ويسبح ربه ويكبر، هذا بدل الأناشيد وبدل. نعم. أما المسرحيات هذه من عمل الكفار، ما كانت معروفة عند المسلمين، يدخلها شيء من الكذب وتمثيل الناس، تمثيل الناس، وهم لا يرضون أنك تمثلهم. لو يجي واحد يمثلك هل ترضى؟ لو يجي واحد يمثلك يمشي مشيك ويتكلم يقلد صوتك وترضى بهذا؟ هذا تنقص للشخص الممثل، ولا سيما إذا كان ميتا، هذا يعتبر من الغيبة. نعم. ثابكم الله. يقول السائل: في يوم من الأيام حلفت على زوجتي أن لا تدخل دار قريب لي، ومرت الأيام ونزلت بهم مصيبة فأردت مواساتهم، فتذكرت حلفي لكن لم أذكر اليمين الذي حلفت به، هل هو يمين طلاق أم خلافه؟ وذهبت أسأل العلماء عن ماذا أفعل ولم أجد الإجابة، كل يتوعدني بالبحث ولا مجيب، فاشتهدت من عندي للحديث من حلف يمينا فرأى خيرا منها الحديث، فذهبت مع زوجتي لقريبنا وعزيناه، فما هو الحكم في هذه المسألة وفقكم الله؟ ما أكملت الحديث. الحديث فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير، من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. فلا بأس أنك تذهب إلى أقاربك أو إلى المصابين وتعزيهم، ولو أنك حالف أنك ما تجيهم. قال الله تعالى: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس،
فعليك بالصلة وزيارة المصابين، لأن هذا من السنة، وتكفر كفارة يمين، إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن لم تجد فإنك تصوم 3 أيام. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: فضيلة الشيخ، أحسن الله إليكم ونفع الله بعلمكم، وجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، رغم أنك يا فضيلة الشيخ بينت ونصحت مما وقع فيه بعض المنتسبين إلى العلم من الواقعة في أهل الأثر من أهل العلم، واتخاذ ذلك قربة وترك العلم النافع وترك ذلك للعلماء الراسخين الذين يراعون المصالح والمفاسد، رغم ذلك كله لا زال هؤلاء يبدعون الدعاة ويهجرون إخوانهم ويفترون عليهم بالكذب، فما موقفنا منهم بارك الله فيكم؟ وهل نعاملهم بالمثل؟ وهل يجوز لنا ترك السلام عليهم لأنهم لا يردون علينا؟ فجزاكم الله خيرا. موقفنا وموقفكم أننا بينا ولله الحمد الذي يجب علينا البيان، فإن امتثلوا الحمد لله، وإلا قامت عليهم الحجة، وسلموا عليهم، ولو كانوا ما يسلمون عليكم سلموا عليهم، وحاولوا معهم أنهم يتراجعون عما هم عليه، وبينوا لهم لعل الله أن يهديهم. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: هل طواف الوداع واجب على المعتمر أم لا؟ أثابكم الله. العمرة ليس لها وداع، الوداع للحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به الحجاج ولم يأمر به المعتمرين، فالوداع خاص بالحج. نعم. يقول السائل: أنا أشتغل مع امرأة في الصيدلية، فهل يجوز لذلك مع العلم أن المرأة يحتاج لها النساء في بعض الأمور الخاصة، ومع العلم أيضا يحدث لي خلوة في بعض الأحيان معها؟ الخلوة حرام، لا تجوز، لا تخلو معه، لكن إن كانت تشتغل في ناحية من الصيدلية وأنت في ناحية أخرى، أنت تستقبل الرجال وهي تستقبل النساء، والمحل مختلف، محلك يختلف عن محلها، فلا بأس بذلك، أما الخلوة لا يجوز هذا. نعم. يقول السائل: إذا خرج الرجل من المسجد وذهب ليتوضأ في ساحة المسجد ثم يرجع إليه، فهل يصلي ركعتي تحية المسجد؟ لا، من خرج بنية الرجوع فهو في حكم الباقي في المسجد، إذا خرج من المسجد بنية الرجوع فليس عليه، إذا رجع ليس عليه تحية مسجد، لأنه في حكم الباقي في المسجد. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين.